صباح الخير لكل المشاهدين. 6 تمارين لازم كل يوم نكون عم نعملهم اللي هن تمارين ستريتشينج. إذا عملناهم أكيد رح نوفر على حالنا كتير تعب وكتير أوجاع، فبنصحكم كل يوم تكونوا عم تشتغلوا هيدي التمارين. أول تمرين رح نكون عم نشتغله هو عضلات الهامسترينج، يعني عضلات إجرائية من الديك. رح نكون عم رجع الهب لورا بهالشكل، رح انزل قد ما فيني، بحاول أوصل على الأرض، بحاول أقرب للتشست على ركبي. هيدا أول اكسرسايز، ببقى 30 ثانية هولد، بحاول أوصل على الأرض، راسي بين إيدي، جلس الركب، حس بالستريتش بعضلات الهامسترينج من ورا، ياخذ نفس. ثاني ستريتش اللي هو كمان لعضلات الاجرين لقدام للكوادز، رح كون واقفه، رح اخذ اجري بهالطريقه، رح كون عم شد اجري بعمل هولد 30 سكندز. سويتش اكيد سايدز، عضلة الكوادز هي عضلة الاجر من قدام، دايما بجلس ظهري، تشست از اب، عم بطلع لقدامي، هولد ل 30 ثانية، ناخذ نفس، اند اكسهيل، نريح شوي. هول العضلات اصلا نحن عادة بكونوا عنا كثير تايت، ذاتس واي عم بقول لكم انه كثير مهم انه لازم نكون عم نعملهم ستريتشنج. العضلة الثالثة كمان اللي تايت كثير هي التشست. معظم العالم بتكون قاعدة على المكتب عم تشتغل على تليفونها، فبيبرموا كتافهم، التشست بتصير تايت. رح اعطيكم هالاكسرسايز كثير حلو. نحن واقفين بنحط ايدنا على حيط وبنحاول نفتح الصدر، تشست اوبنرز، قد ما فيني ببرم تكون عم بفتح هالمنطقة بهالشكل. بعمل هول 30 سكندز، باخذ نفس، and exhale. One more. And exhale. أكيد نشتغل اكسرسايز على الجهة الثانية، نفس الطريقة، بحط ايدي على مستوى كتفي وبحاول ابرم بجسمي قد ما فيي على مهلي، على الماكسيموم اللي بقدر ابرم فيه. ما تنسوا انه كل ما عدنا تمارين، يعني عملنا جولات، يعني نكون عم نعيد الاكسرسايز تقريبا 3 سيتس لنكون عن جد عم نستفيد. رح كون عم بنزل على الارض هلا ورح اشتغل اخر 2 اكسرسايزز. اول اكسرسايز رح يكون لعضله الجلوتس، نام على ظهري، جبت اجري بعمل كروس، قرب اجري لعندي، فيني كون عم ريح رقبتي وظهري. بحس عضلة الجلوتس كلها عم بتشد مع اجري من برا. كمان هولد، بعتقد انه عنا بعد تمرينين، لانه انا قلت لكم لازم نكون عم نعمل 6 تمارين وهن هول العضلات اللي اكثر شيء تايت. رح انتقل للهيب فلكس اللي هو كمان عنا تايت، بهالشكل بكون عم بعمل ستريتش. يمكن عم بعمل ستريتش اقل من 30 ثانيه، بس اكيد انتم تكونوا عم بتطولوا اكثر بالوقت لتكونوا عم تستفيدوا اكثر. رح اشتغل سويتش كمان، عم بشتغل على الهيب فلكسرز مثل ما قلنا، عم قرب بالورك لقدام، عم حس بهالهيب من هون، الورك عم يفتح عندي، عم حس بستريتش. واخر تمرين اللي هو ماست عن جد ضروري تكونوا عم تعملوا لتريحوا ظهركم، اللي هو التشايلد بوز. رح كون عم بقعد بهالطريقه، عم بنزل بتشست على الارض، قد ما فيي عم حاول قرب التشست من الارض، مد ايدي and hold.
press with your chest على الأرض ندفش بالصدر نحاول نوصل قد ما فينا وهيك بنكون خلصنا الخمس تمارين الأساسية اللي نحن عن جد ضروري نكون عم نعملهم أو بعد كل تمرين أو حتى لو ما كنا عم نتمرن نعملهم كل يوم. هذا كان كل شيء لليوم، بتمنى لكم نهار حلو كله نشاط، أكيد زوروني بتمارين جديدة. تشوفكم.